إن شاء الله في الفترة القادمة، بتحديد من يوم 16 ل 25 مارس. هو الحقيقه طبعا على طول يعني اول ما النادي الاهلي بترسل ليه تنظيم اي بطوله يعني حاجه بتبقى اوتوماتيك على طول بقرار مجلس اداره برئاسه اللجنه المنظمه. في عندنا بطولتين، البطوله بتاعت البنات هتبتدي من 14 ل 26. كويس. دي هيرأس اللجنه الدكتور محمد سراج. اما البطوله الاخرى بطولة الرجال هتبتدي من يوم 30 حتى يوم 11/4، دي خاصة بالرجال. تمام. وهيرأس اللجنة المنظمة الدكتور مهند مجد. كويس. تم تشكيل اللجان، أنا مدير للبطولة، معايا 2 نواب، دكتور ياسر نصير والأستاذ ياسر عبد العال. ده بالإضافة إن في الكابتن منى عبد الكريم منسق عام للبطولة. على طول شكلنا اللجان، اللجان العادية اللي احنا متمرسين في التنظيم قبل كده، بيبقى فيه رئيس لكل لجنة، بعد كده كل لجنة بيقدم التشكيل بتاع لجنته. ابتدينا بالفعل، تم حجز الفنادق بالنسبة للاعبين، عدد 3 فنادق، وايضا للحكام تم حجز فندق قريب من النادي ليهم. كويس. وبالنسبة للفي اي بي او بالنسبه للرسميين برضو تم حجز اتوبيس ليهم، فندق وشركه نقل الاتوبيسات لجميع اللي انا ذكرتهم سواء للفرق او الحكام او للرسميين. تمام. ايضا تم الاتفاق على فرش البساط الخاص بلعبه الكره الطايره داخل الصالتين. على فكره بحب انوه ان الصالتين هم الاثنين هيشتغلوا في نفس الوقت، يعني صالة الشهداء وصالة الأمير عبد الله الفيصل هتحتضن البطولة، يعني نفس التوقيت اللاعبين هيشتغلوا في نفس الوقت يعني. كويس كويس. والنادي الأهلي معتاد على الجزئية دي بالتحديد، يعني أي أكتر من بطولة كان بيتلعب فيه مباريات في نفس الصالتين في توقيت واحد، ده شيء مميز يعني أكثر من بطولة بالظبط كده زي ما حضرتك ذكرت. أكثر من مرة على طول، يعني إحنا عندنا القدرة الحمد لله. كويس. حتى في مدرجات كمان معدنية بتيجي إضافية بالظبط بالظبط صالة الشهداء، لان هي ما فيهاش مدرجات اصلا. الحمد لله، واحنا بنراجع اول باول يعني على طول اجتماعات دوريه للجنه المنظمه، وبنراجع كافه التفاصيل وعلى اتصال بالاتحاد الافريقي علشان على طول نعرف اول باول مواعيد وصول الفرق. وبالفعل اول فرقه وصلت البنك التجاري الكيني، وصل يوم 8. ده اول الفرق، والنهارده بالليل او فجر بكره هتوصل الفرقه الثانيه من كونغو الديمقراطية. ويعني هيبتدوا بقى يتوافدوا. هناك 4 فرق هتشارك من مصر، فريق النادي الاهلي وفريق نادي الشمس وفريق نادي الصيد وفريق نادي سبورتنج. ده بالاضافة للاندية، يعني كالعادة ما بنقدرش نحدد عدد الاندية بالظبط الا بعد الاجتماع الفني اللي هو هيكون يوم الجمعة الجاي الموافق 15/3 باذن الله ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم كل التوفيق في تنظيم هذه البطولة، لكن عايز اتكلم مع حضرتك عندنا جزئيه مهمه جدا وهي خاصه بشباب النادي الاهلي المتطوعين اللي بيشاركوا في تنظيم البطولات دي داخل مقرات النادي الاهلي، بتحديد مقر النادي الاهلي في الجزيره. قول لي التنسيق معاهم ماشي ازاي خلال الفتره دي ان شاء الله عشان يساهموا في تنظيم هذه البطوله. يمكن حقيقة احنا يعني بدانا هذه التجربه من البطوله بتاعت السنه اللي فاتت 2018، البطولات اللي احنا احتضناها، وبالفعل في لجنه الشباب ومتولي الافتتاح والمراسم الاستاذ وليد مبروك. اللجنه بتضم حوالي 25 فرد من خيره شباب النادي كلهم من المتطوعين اللي تمرسوا في العمل معانا في البطوله اللي فاتت، وهي واجهه مشرفه للنادي الاهلي. ولكن النوادي يعني في دور اضافي للجنه الشباب، ومن خلال لقاءات النادي الاهلي احنا بنناشد يعني لجنه الشباب ولجنه المراه وجميع اللجان بحجم الساده اعضاء النادي
للتواجد في صاله الامير عبد الله فيصل. لا ما تقلقش حضرتك يا فندم، هم مش محتاجين حشد، هم كده كده كل اعضاء النادي الاهلي بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يتابعوا مختلف الالعاب داخل النادي الاهلي، وانا شفت يعني اكتر من بطوله في الصالات المختلفه للفرق في النادي الاهلي، كل الاعضاء بيحاولوا يحضروا ويأزروا من فرق النادي الاهلي. لكن ده فيما يخص الناحيه التنظيميه، عايز اتكلم في الناحيه الفنيه شويه يا كابتن رؤوف، وبالتحديد اقوى الفرق اللي ممكن تشارك في هذه البطوله، توقعاتك لنتائج النادي الاهلي كمان في البطوله دي ايه؟ يعني هو جامعة العادة طبعا ان المنافسه الرئيسيه تكون من الفرق الكينيه. كينيه لما حضرتك تستعرض تستعرض تاريخ البطوله دي هتلاقي النادي الاهلي هو اكثر فريق فاز بهذه البطوله بعدد 9 مرات. البطوله دي زمان كانت بتتقسم لبطولتين، كان في بطوله ابطال الدوري وابطال الكاس، كان دي بطوله لوحدها ودي بطوله لوحدها. بعد كده ضموا البطولتين وسموها الانديه الابطال. فاكثر الفرق الحاصله على هذه البطوله هو فريق النادي الاهلي للسيدات. بيعقبوا بقى حضرتك لما تيجي من كينيا في 3 فرق هتشارك، في فريق الاناديب الكيني وفي فريق السجون الكيني وفي فريق البنك التجاري الكيني. هتبص تلاقي كل منهم يعني مثلا فريق الاناديب ممكن هتلاقيه احرز هذه البطوله حوالي 6 مرات. هنلاقي السجون حوالي 5 مرات. كويس. البنك التجاري هتلاقيه 3 مرات. فاكثر الفرق احرازا لهذه البطوله الفرق الكينيه والفرق الكينيه. بعد كده بقى البطولات الاولى اللي اقيمت في الاوائل خالص لما البطوله دي تقريبا حاجه و30، يعني بكلمك البطولات اللي كانت في الثمانينات، كانت المغرب وتونس استطاعوا احراز اللقب الى جانب مره واحده في خلال ال10 سنين الاخرانيين. يعني لو قلنا الفرق الكينيه هي المنافس الرئيسي للنادي الاهلي بالاضافه لفرق شمال افريقيا وبالتحديد فريق قرطاج التونسي. فريق قوي قوي. تمام، يعني اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي سواء من الناحيه التنظيميه او كمان من الناحيه الفنيه، يقدروا ان شاء الله سيدات كره الطايره ان هم يحققوا هذه البطوله. كابتن رؤوف انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا كانت مع